الكتاب الثالث في الحجاب، هذا على خلاف الكتب الأخرى. أطول كتاب في الكتب، أطول كتاب، وعلى خلاف الكتب الأخرى معناها بصراحة ما نجمش نلقى فيه ما نقد، معناها اللي امبيكابل كو امبيكابل. علاش؟ خاطر من بين المواضيع اللي معناها متواترة برشا ويحكيو فيها برشا، الناس كل معناها تلقى راحتها في الحديث، ومعروفة برشا لزرقي مو كتاب كامل، معناها من أكبر الكتيبات في السلسلة. وتوقعت باش نلقى فيه دي زارجيمون، لقيتهم بالضبط. توقعت اني فما ارجيمون، توقعت انك ما تحكيش عليه جملة. حكيت هذه الخمار واللانجويستيك، رغم انك مختصة في اللانجويستيك، متاع جذر خامي مرا والارجيمونتاسيون متاع رسالة فيست فيما يخص الخمار موجودة، تنجم تفرجوا في حال ترك مثلا، اللي الممثل المصري اللي لبست الخمار تحكي على الحكاية دي على لسان شيخ مصري أقنعها بلبس الخمار. من الحوار كان متوازن في الكتاب هذايا على خلاف الكتاب السابق تاع المثلية الجنسية. أعطيت للطرفين نفس المساحة، كنت عادلة، نحسك تعاطف مع هذا مرة ومرة مع هذا. سيتي امبرسيونون، معناها توقعت زيادة انك تتحدث على السياق التاريخي. جبت عليه في حكاية القراءة التاريخية في برشا ردود، وهو زاد طرف المقابل كيف كيف. جبت على السياق التاريخي او القراءة التاريخية، كل شيء معناه، كل شيء قال في الكتاب هذا. ليس لدي ما أضيف بصراحة إلى حد الآن. هذه من أجمل الكتب. أريد كي تبدأ، معناها كي تبدأ أونيت مع لي دو بارتي، فيش الكتاب يولي أبن. مش معناها تفهمك أنك ماكش أونيت. طاهر بن عاشور، حلو كتاب، مش لازم تكمل حتى 7 دقايق. ما عندي حتى ملاحظة حاجة ليكس الكتاب ذي. أوروار.